كبار النادي الأهلي، كان في الحقيقة لقطة مهمة جدا، عارفين انتوا كده زي لقطة اليوم النهاردة لازم نقف عندها، وهي لما شفنا كلنا مؤمن زكريا في الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي زي ما انتوا شايفين اهو، مؤمن في صالة الجيم بيقوم بتدريبات خاصة بتأهله إن شاء الله وبتمكنه بإذن الله إن يقف يعني على رجله مرة تانية، ودي أولى الخطوات بإذن الله يا رب بإذن الله. دي أكيد دعوات ناس كتيرة يا جماعة، اللحظة اللي واقف فيها برجل واحدة على في الجيم دي دعوات كتيرة جدا. أنا مبسوطة الحقيقة جدا بالفيديو ده النهاردة. بيقول الفيديو ده كابتن هاني إنه إن شاء الله في طريقه للتحسن، إن شاء الله يكون بيشارك بإذن الله قريب إن شاء الله بإذن الله يا رب. هو طبعا زي ما أنت بتقول إسهام لقطة اليوم، إحنا كلنا سعداء باللقطة ديت، وكمان على المستوى المعنوي إحنا زي ما إحنا عارفين، ويمكن مؤمن ما كانش بر عنده مساندة جماهيرية من النادي الأهلي بس، لكن مصر كلها، الناس كلها وبره مصر كلها، وشفنا قد إيه مواقف حتى اللعيبة اللي بره محمد صلاح وكل النجوم اللي بره على المستوى الفنانين على مستوى كل الناس بصراحة. وده يمكن يعني المرض ده يعني ربنا يحفظه يحفظ كل الناس منه، بيحتاج كمان الحاله المعنويه بتفرق معاه جدا. صح، الدعم، واعتقد الدعم المعنوي اللي لقاه مؤمن من مجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه، وشفنا قد ايه الناس حواليه بشكل كبير جدا النهارده. مؤمن بيتحدى المستحيل بصراحه، وانا متاكد ان اراده مؤمن الكبيره جدا وايمانه بربنا والدعم المعنوي والحاله المعنويه زي ما احنا عارفين برضو، يعني بدايه مجلس الاداره والنادي الاهلي واللعيبه واتحاد الكوره والناس اللي بتروح له عند البيت، والناس طبعا جماهير النادي الاهلي ده الحب الاكبر، يعني حركته الشهيره اللي الناس النهارده كلها بتعملها في اي مناسبه دلوقتي بقى خلاص، يعني بقت دي يعني ماركه مسجله العلامه النهارده للمؤمن، اللي مؤمن كان بيعملها في الملعب النهارده كل الناس بمختلف انتماءاتها بتعملها دعما لمؤمن زكريا. وانت الحقيقه قلت حاجه مهمه جدا، انه الدعم ده والروح دي وصلته، وممكن ده يكون جزء من طبيعي اللي احنا شفناه النهارده، ان النهارده لما يقف على رجليه وبيحاول انه يقف برجل واحده وبيتدرب وبدا اهو، ان شاء الله يا رب يعني تكمل على خير باذن الله. موضوع شفاء ده جزء افتكر من الدعم اللي قدمه الجمهور لي، الجمهور من كل الانتماءات، مجلس اداره النادي الاهلي وكمان الـ الـ الكاف. النهارده مؤمن زكريا سفير للبطوله الافريقيه اللي احنا فيها النهارده، وهو هيعمل الحقيقه كذا نشاط في الموضوع ده، يعني بدءا من ان هو يحمل ان شاء الله الكاس ويحطه في ارض الملعب وبيساهم في تسليمه للفائز باذن الله في الفاينل. كل دي امور قبليها كمان مهمة كان اللجنه الخماسيه، وان مؤمن زكريا كان موجود في البرزنتيشن بتاع التيشيرت المنتخب مصر ده. صحيح. شيء مهم جدا. اكيد برضو بقول لك هي الحاله المعنويه بتفرق كتير جدا، وعلى الجانب الاخر عارفين قد ايه الاصرار مؤمن، وعارفين قد ايه ايمانه بربنا ودعوات الناس. صح. زي ما انت بتقولي مع الدعم المعنوي ان شاء الله باذن الله، دي النهارده يكون خطوه على الطريق ان شاء الله لعوده مؤمن باذن الله بالف صحه وسلامه. كلنا بنقول له الف سلامه، وكلنا معاك ان شاء الله لغايه ما نشوفك باذن الله كمان نجم من نجوم النادي الاهلي زي ما عودتنا في الملاعب على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي. يعني بمناسبه كمان مؤمن وانه سفير ان شاء الله البطوله الافريقيه، واحنا كمان يعني في عز ان شاء الله البطوله باذن الله، عندنا ماتش مهم بعد بكره بعد ساعات قليله جدا. كان في